السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبدا معكم الشغل ديالنا في المتحف الأمريكي اللي كان في طنجة. كما كتشوف هذا المدخل هذا زوين. المهم أي حاجة غادي نبارطاجيها معكم. ليتس جو. هاد القاعة هادي باينة قديمة، هادي كتفهم بيها العافية. بعدا ندخلو لأول مكان نشوف الصينية ديالو، قناة ومازال جوج، استكشاف تاريخ المفوضية. ندخلوا لهذا المكان، هذا ملتقى الطرق عند المضيق، فضاء للتنفس والترفيه والدسائس. شوف شنو سميت هذا المكان. انا ما
حبيبه كل وجه حبيبه انا وكيل انا خدوا كل وعده The New York Times. The Daily Alaska. Tangier Gazette. ندخلوا لهذا المكان دابا محطة منتصف الطريق شو واش نكاين هنا على التاريخ شو واحد المكان بدا لكن المعلق باش كي ياكلو الفلوس هاد الماكلة ديالهم هاد الفطور breakfast dinner العشاء لكن موز الحسانة رازوار ثقة ديال الماء هادشي راه بصح ماشي زعما هي كوبي ولا شي حاجة هادي جامع زوزان نتوما كيما كتشوفو هنا الأدوات التاريخية مستعارة من المتحف العسكري أنا كنظن شي حاجة كاينة ولكن مسدودة أنا كاينة شي حاجة ولكن كنظن مسدودة حيت هو هاد الباب هدا محلول هاد الباب هدا هو محلول شوف شنو فوسطو يعني كاين شي حاجة في هاد الجهة هادي اوكي نمشيو لهنا هانتوما كتشوفو هادي التصاور ديال المغرب هانتوما كتجي هنا كتلقى الكتاب هادي حتى تبوز لا فيديو وقع هادشي نصبو هادي جيو لهاد هادي تينا شوفو لا التصويرة ونلقاو هنا المعلومات اللي عليها جيو ناخدو نشوفو هاد التصويرة هادي عاود تاني القصة ديالها هاهي القصة ديالها هاد الصورة عاوتاني هاهي القصة ديالها هنا كاين عاوتاني مجموعة ديال الصور
نكينا الخطوة عاوتاني، القصة ديالها غزو العلكة. حنا دابا جينا لغرفة الطعام اللي كتشوفو. الموسيقى المغربية زوينة، سمعنا الموسيقى ليلة جديدة، شفنا جمال اللبس، شفنا اللبس زوين. كان هذاك الحظ ديال شانغاي 1590، نشوف شي هذيك اللي قامت شانغاي معركة شانغاي 1590. نجيو ندخلو لهاد البلاصة هادي، شكون بزاف ديال الفانز. شو لك أتناس وانا دير بول هاي ألف وتسعمية وعشرة دي عندما هي من الزوز هي مخدومة مع وتاني مع ودو صف بس بو دي لو بس بو بينا يكون قديم مع لقارتين مع ودو هي مقدمة صف كوبي الكاسات الموسيقى تسمع ودو هذا هو خير. هذا ما عرفش شنو سميتو هاد البلاصة، هاد المكان هذا ما عرفتوش شنو سميتو،
ندخل عاوتاني لهاد المكان نشوف فيه جوج كرسانا لي فوطون هادو بزاف هنا فين كان مازال جوج بوان اونز حقيقة معرفش القصة ديالو هنا هنا كاين هاديك الأعلى الكتيبة هادي هي القريبة باش كانو كيكتبو بيها كتبقى تكتب هنا الورقة كتكون حاطة هنا وكتبقى تطبعي عليها لي فاليز فاليز قليل نشوف هاكا شوف هنا كاين هاديك كتشم فيها التاريخ هاد الكيبورد هادا باقي جديد هادا باينة هادا من طوايل هادا من طوايل هو باقي نقي ولكن هادا باينة ديالو حتى نتوما شوف التصاور ديالو هنا هاكا كيخدم به هادا باقي نهدم لهم من طوايل شو صافي شو على الطبيعة الله على جو United States of America like that شو زنقة زنقة اللي كتطلع عليها أول ما دخل هنا منين دخلت كتزيد هكا شي شوية وكتلقى الباب هنا على اليسار كتدخل منه مشيو دابا الاتجاه الثاني دازت الخرجة زوينة بزاف المهم دخلنا صوان هذاك المتحف المهم المتحف فين كاين ها البلاصة ديالو فين كاين هاد البلاصة هادي انا نصوركم من هبط باش تشوفوا الدخلة فين كاينة هذا هو المدخل ها هو انا نيشان كاين هاد البلاصة هادي المهم كاين هو انفاس لاماسا كتزيد تهبط غير شي شويه هاد الشانطي هذا كتخرج نيشان